إذا كنت تريد التوصل بجميع أخبار ومستجدات الوداد، تابع قلعة الوداد على اليوتيوب. قرر فريق الوداد الرياضي توجيه مراسلة رسمية للكاف تتضمن احتجاجات على الحكم الغابوني بير جيسلان أوتشو الذي أدار مباراة يوم الثلاثاء التي انتهت بفوز الفريق سيمبي على فريق الوداد بهدفين مقابل صفر. وتحتوي المراسلة على تفاصيل الحالات التي يرى الوداد أن الحكم أضر خلالها بمصالح الوداد على غرار لمسة اليد التي كانت داخل مربع عمليات سيمبا قبيل نهاية الشوط الأول، والتي احتسبها الحكم ضربة خطأ، إلى جانب لقطة ثانية طالب خلالها لاعب الوداد بركلة جزاء، بالإضافة إلى حالات أخرى لعدم احتساب ضربات خطأ على مشارف مربع العمليات. ثم بعد التدخلات القوية للاعبي سيمبا التي لم يتم خلالها إشهار بطاقات صفراء، وسيرافق الوداد مع مراسلته مقاطع فيديو للحالات المثيرة للجدل التي شهدتها المباراة التي انتهت بهزيمة الوداد الرياضي الثالثة في دور المجموعات، مما قلص فرصه في العبور إلى الدور الموالي. غير معلوم صراحة ما ستكون نتائج هذه المراسلة حتى لو كانت الوداد مظلومة في هذه المقابلة، لكن أغلب التقدير سيتم فقط معاقبة الحكم. ولكن لأكون صريحا معكم، فالأمر بعيد جدا، لأننا في قارة إفريقيا ولسنا في أوروبا أو دوري آخر يحترم تكافؤ الفرص. ناو، إذ لم تأخذ لقبا في تاريخك فيجب أن تتأهل على حساب آخرين فازوا، أو أنك تعطي الأموال من أسفل الطاولة. الله يعفو لنا من إفريقيا. إذا كنت تريد التوصل بجميع أخبار ومستجدات الوداد، تابع قلعة الوداد على اليوتيوب.